السلام عليكم. في الريفت ممكن نبدأ نلون بعض الأعمدة، تمام؟ بالشكل دوت هقف على العمود وأقول له شيدنج وأختار اللون اللي أنا عايزه، بحيث في عمود مثلا معين عايز إن أنا أبدأ أميزه بالشكل دوت. وممكن اخلي كل صف بلون خفيف كده، تمام؟ من ابيرنس اروح معلم على سترايب روز اهوت، بيبقى واحد مثلا لونه ابيض والتاني لونه رمادي شوية. وممكن اعمل فريزر هيدر بحيث ان انا لما اعمل داونلود الهيدر يفضل موجود ما يختفيش.